مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم وصباحنا مصري، بس خلونا نروح لاستوديو الاخبار واخر واهم الاخبار مع زميله فاطمه نبيل والزميل رأفت حلمي لغه الاشاره. صباح الخير يا فاطمه. صباح الخير فاتن، اهلا بك. مشاهدينا موجز التاسع صباحا من التلفزيون المصري، اهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مراكز تقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة توفير اللقاحات وجهود الارتقاء بصحة المواطنين، وجه الرئيس السيسي بوضع مخطط متكامل لتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا ورفع قدراتها لتكون صرحا صناعيا اضافيا على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات العالمية. واستعرض الاجتماع منظومة علاج مرض الفشل الكلوي، حيث وجه الرئيس بتقديم الدعم اللازم للتوسع في عمليات زراعة الكلى. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية لعرض المخطط العام لمشروع حديقة تلال الفسطاط، وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، لتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد، لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية. وتقام الحديقة على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، وأشارت الوزارة إلى خروج 551 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197832 حالة. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في كندا وأسفر عن مقتل 4 أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة، كما أعربت مصر عن خالص تعازيها لذوي الضحايا الأبرياء وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المصاب، مؤكدة وقوفها مع كندا ضد الحادث الإرهابي البغيض، كما أكدت على الموقف الرافض لكافة أعمال الإرهاب وجرائم الكراهية والعنصرية التي تتنافى مع القيم الإنسانية. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن دفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة السورية دمشق، وأعلن التلفزيون السوري أن الضربات الإسرائيلية جاءت من الأجواء اللبنانية واستهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية. أجازت الحكومة الإسرائيلية مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف في القدس المحتلة الأسبوع القادم، وأوضح بيان صدر بعد اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية أن ما تسمى بمسيرة الأعلام سوف تقام الثلاثاء القادم وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون. وذكرت صحف إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو أصر على إبقاء المسيرة رغم معارضة الأجهزة الأمنية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 من شهر ديسمبر القادم. من جهته شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش على الحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا لتعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية، كما طالب بمغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة الأراضي الليبية. ختام الموجز، دمتم دائما بخير.